نور الدين عبد اللوش، مرحبا بك بموقع الصويرة الآن. اليوم أمام المجلس البلدي للصويرة، وبعد نهاية أشغال الدورة الاستثنائية الجلسة الأولى، بغينا نسولكم بصفتكم سي نور الدين، أنت تشرف ولا رئيس ديال النادي الرياضي الاتحادي الرياضي للصويرة لكرة القدم، اليوم كيفاش جاتكم الدورة؟ أولا بعدا كنشكر المنظم ديال الصويرة الآن على التتبع ديالو والحضور ديالو يعني باستمرار في الدورات ديال المجلس البلدي، ولكن بيع على أنه يعني كاين واحد اهتمام بالشأن المحلي لمدينة الصويرة خاصة بالمجلس البلدي. الموضوع ديال الدورة الاستثنائية تاع اليوم، أنا اللي كيهمني فيها الدرجة الأولى هو الشق الرياضي، خاصة الدعم الرياضي، لأنه مدينة الصويرة محتاجة للدعم الرياضي، وسيدنا الله ينصرو فوز لقاء 2009 كان واضح في هذا الموضوع، لأنه خص الرياضة الدعم يعني ماديا. النقطة اللي ترتبع ديالي هو مصادقة على المشروع ديال الشراكة مع نصر أمل الصويري لكرة القدم. حنا تعرفوا بأنه هذه الشراكة هذه هي بحقها هي تشكر عليها المجلس البلدي، ولكن اللي كنطالبوا حنا من الناس ديال المجلس البلدي وتيقول الرئيس بأنه هو ماشي هو المسؤول على قرار بالمجلس، حنا كنخاطبوا كاتحاد الرياضي الصويري لكرة القدم، كنخاطبوا كالمجلس ككل باش ما يقصوش واحد المجموعه ديال الفروق الرياضيه النشيطه، وعلى راسهم الاتحاد الرياضي الصويري لكره القدم لمده 11 سنه، وحنا عندنا اكثر من 180 لاعب كيمارسون كره القدم في هذا النادي. هذا نتمنى على انه المجلس البلدي يحاول ما يقصيش الفروق كما كنقول، انه يعني حرمان الفروق الرياضيه والشراكات، يعني هذا كيبين على انه غادي يخرج